المجد والنصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عمليات المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. ونشرة إخبارية جديدة إليكم مع أبرز عناوينها. دعم بريطاني لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. الكهرباء الإعلان عن الأسعار الجديدة في الوقت المناسب. الوطنية للانتخابات تفتح الباب لتعديل المركز الانتخابي. أبو ريدة يكشف تفاصيل اللقاء مع صلاح. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر تطالب مجددا بموقف دولي حاسم لمواجهة الإرهاب، فقد أدانت وزارة الخارجية حادث إطلاق النار الذي وقع بمدينة ليك البلجيكية، ما أسفر عن سقوط شرطيين وأحد المارة، فضلا عن إصابة شرطيين آخرين، مجددة التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لكل صور وأشكال الإرهاب وترويع الآمنين أيا كانت أسبابه ومبرراته، مشددة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكل حزم وقوة. دعم بريطاني لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، هذا ما أكده جراهام سيورت وزير الاستثمار البريطاني خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مشيدا بما تحقق من نتائج ومؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها رفع معدل النمو وفتح المجال أمام القطاع الخاص واتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار. من جانبه أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى المضي قدما في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي جنبا إلى جنب مع إجراءات تراعي الجوانب الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ارتفاع غير مسبوق في ودائع البنوك. فقد كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى 3.394 تريليون مليار جنيه في نهاية شهر يناير الماضي، بزيادة قدرها نحو 65 مليار جنيه عن شهر ديسمبر 2017. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد كشف أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى نحو 17 مليون مواطن. زيادة أسعار الكهرباء لتطوير الشبكات، هذا ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعية رافضا الإفصاح عن موعد زيادة تعريفة الكهرباء الجديدة، قائلا إنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من خلال مؤتمر صحفي. هذا وتشير التقارير إلى أن الخطة التي تبنتها الحكومة لتقليل الفجوة بين سعر بيع الكهرباء وتكلفة إنتاجها رعت محدودي الدخل وتحقيق التوازن بين كل الطبقات، وهو ما يؤدي إلى توفير الدعم لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إمكانية تغيير المركز الانتخابي للمواطنين، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، حيث نشرت نموذج استمارة يتضمن بعض البيانات التي يقوم المواطن بإدخالها، من بينها الاسم الرباعي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها من البيانات، بالإضافة إلى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومية. كما يتضمن الجزء الآخر من الاستمارة البيانات الخاصة بالمركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، حيث يتم اختيار 3 مراكز انتخابية الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومية. حالة محمد صلاح مطمئنة، هذا ما أكده هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بعد لقائه مع نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث زاره في إسبانيا للاطمئنان على حالته، موضحا أنه يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي 4 ساعات يوميا للحاق بالمونديال، قائلا إن محمد صلاح على تواصل دائم مع المنتخب للاطمئنان على الفريق في إيطاليا، مبديا تفاؤله بلحاق صلاح مباريات المونديال. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.